المجرات. المجرات جمع مجرة، والمجرة هي مجموعة هائلة من النجوم تجتمع مع بعضها بفعل الجاذبية، ويوجد في الكون الذي نعيش فيه ملايين الملايين من المجرات منثورة في الفضاء. مجرة درب التبانة. هل تعلمون يا أصدقائي أن كوكب الأرض الذي نعيش عليه عبارة عن جزء صغير من المجموعة الشمسية، وأن هذه المجموعة توجد في مجرة اسمها درب التبانة، وهي تحوي ملايين من المجموعات الشمسية التي تشبه مجموعتنا الشمسية. أشكال المجرات. توجد أشكال عديدة للمجرات، من أشهرها ما يلي: المجرات الكروية، حيث تجتمع فيها النجوم على شكل يشبه شكل الكرة. المجرات الحلزونية، حيث تجتمع فيها النجوم على شكل يشبه الشكل الحلزوني. المجرات اللولبية، حيث تجتمع فيها النجوم على شكل يشبه الشكل اللولبي، وهو الشكل الذي عليه مجرتنا التي نعيش فيها، وهي مجرة درب التبانة.